بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أعزائي الطلبة، عزيزتي الطالبات، نلتقي مجددا ضمن هذه الحصة الثانية من شروحات مقرر تاريخ الرومان، التي سنستعرض فيها بإذن الله أهم المحاور التي سأشارك شرحها معكم، وهذه المحاور ستكون كشكل التمهيد. بعد سيضم عفوا الجزء الأول تقديما عاما ومرحلة التأسيس التي تتجاذبها الأسطورة ويتجاذبها الواقع التاريخي. بالنسبة للجزء الثاني سيضم أو سيتمحور حول روما والنظام الملكي. المحور الثالث أو الجزء الثالث سيتشكل من التنظيم الاجتماعي للمجتمع الروماني. أما الجزء الخامس من الشروحات فسيضم مرحلة الجمهورية والحروب البونية التي دارت رحاها بين روما وقرطاج على امتداد فترة زمنية طويلة نسبيا. أما الجزء الخامس فسنتطرق فيه لتطور نظام الحكم إبان العهد الجمهوري الذي شكل أكبر أو أطول فترة في التاريخ الروماني. بالنسبة للجزء السادس سيتمحور حول الحرب الأهلية الرومانية وكيف تمت الإطاحة بالنظام الجمهوري. أما المحور أو الجزء السابع سيتمحور حول الإمبراطورية الرومانية، كيف نشأت ثم كيف تطورت، وسيكون آخر محور لمرحلة الضعف والانشقاق. إذن هذه بشكل مجمل أهم ما سنحاول أن نتطرق له. الآن سأبدأ معكم تمهيد أو المدخل العام للمادة. إذن بالنسبة للحضارة الرومانية هي تدخل ضمن الحضارات القديمة التي استوطنت حوض البحر الأبيض المتوسط. من هذه الحضارات هناك الحضارة المصرية، هناك الحضارة الفينيقية، الحضارة الإغريقية، الحضارة القرطاجية، ثم الحضارة الأمازيغية وغيرها من الحضارات. وقد تفاعلت كل هذه الحضارات لتعطينا أثرت فيما بينها، فهناك من أثرت وهناك من تأثرت. وقد غطى مسار هذه الحضارة الرومانية حيزا زمنيا طويلا نسبيا، حيث امتد حسب الأبحاث الأركيولوجية والنصوص الأدبية من أواسط القرن الثاني قبل الميلاد، حيث هذا التاريخ التقليدي لتأسيس روما وبالضبط 753 قبل الميلاد إلى انهيار الشرق الغربي من الإمبراطورية التي كانت عاصمة الجزء هي روما، لكن الجزء الشرقي سيبقى قائما إلى حدود القرن الخامس عشر عندما سيسقط تحت ضربات الإمبراطورية العثمانية على يد محمد الفاتح. وبالتالي فتعتبر هذه الحضارة من أعرق الحضارات التي عمرت مدة طويلة نسبيا تجاوزت أو في حدود 2200 سنة أي 22 قرن. إذن مثلها مثل أولى أكثر تقرب من الحضارة الفرعونية. هذه الحضارة أثرت بشكل كبير على مجموع حضارات البحر الأبيض المتوسط، هي أخذت وأعطت، إذن ما يسمى بالتلاقح الحضاري بين الحضارات. إذن فأثرت في الجانب السياسي، أثرت في الحضارات الأخرى في الجانب العسكري، في الجانب الاقتصادي، في الجانب الفني، في الجانب العمراني، جوانب عديدة أثرت فيها هذه الحضارة. إلا أن ما يميز هذا النظام الروماني هو أنه
نظامه السياسي مر بثلاث مراحل رئيسة، بدءا بالمرحلة الملكية ثم تلتها المرحلة الجمهورية ليتدرج إلى المرحلة الإمبراطورية مع نهاية القرن الأول قبل الميلاد وبداية أول ميلادي كما سنرى. وقد استطاعت هذه الإمبراطورية أن تمد سيطرتها على مجموع البحر الأبيض المتوسط خلال فترة زمنية طويلة نسبيا، لدرجة أصبحت هذه البحيرة أو هذا الحوض يطلق عليه بالبحيرة الرومانية، نظرا لأنها سيطرت على كل ضفافها، الضفة الجنوبية التي تتشكل من شمال إفريقيا ومصر، الضفة الشرقية التي تتشكل من بلاد فينيقيا وما جاورها، ثم الضفة الشمالية التي تكون بلاد الإغريق أو مجموع أرخبيلات بلاد الإغريق عامة والجزيرة الإيطالية، ثم الجزيرة الإيبيرية وجزء من بلاد الغرب. إذن هذه هي امتداد الحضارة الرومانية أو السيادة الرومانية. ننتقل الآن إلى تأسيس وإشكالية تأسيس روما أو مدينة روما الصغيرة. هذه المدينة التي تتموقع بشبه الجزيرة الإيطالية، وهي التي أعطت الإشعاع الحضاري لكل حوض البحر الأبيض المتوسط في مدة زمنية طويلة نسبيا. إذن بالنسبة للشق الأسطوري حول تأسيس روما، سبق لكم أن درستم بعض الحضارات القديمة ولاحظتم أن الموقع الجغرافي يلعب دورا أساسيا وكبيرا في نشأة الحضارات. لدينا الحضارة الفرعونية نشأت على ضفاف نهر النيل، لدينا الحضارة بلاد العراق القديمة آشور بابل نشأت أيضا على ضفاف نهري دجلة والفرات، لدينا أيضا الحضارة الرومانية نشأت على نهر التيبر وعلى سهل اللاتيون. هذا النهر يعتبر من الأنهار المهمة في نشأة هذه الحضارة. كانت المدينة أو كانت روما تحد جهة الغرب ببحر التيريني، وحدت شرقا بتلال السبع. أيضا كانت اعتبرت نقطة جذب كبيرة لاستقرار الساكنة نظرا لموقعها الاستراتيجي وموقعها المؤمن، انها كانت مؤمنة من الوراء بالبحر ومن الامام بتلالها السبع التي اشتهرت بها. ايضا هذا الموقع هذا جعل القبائل الإتروسكية تمد نظرها إليها وتحاول أن تستحوذ عليها، وفعلا تزعمت هذا السيطرة على تلك الربوة التي تقع فيها روما. أهم القبائل، أهم قبيلة إتروسكية، وتدرجت في السلطة إلى أن أخذت الزعامة. أيضا هذا بالنسبة للواقع التاريخي. بالنسبة للواقع الأسطوري، اختلفت الروايات حول تأسيس روما، وقد يعتبر الطابع الأسطوري هو المهيمن على هذا التأسيس، الذي تقول الأسطورة أنه حدث 753 قبل الميلاد، هو التاريخ كما قلت لكم تاريخ تأسيسي. فعلى المستوى الأسطوري وحسب ما أوردته بعض المصادر التي زودتكم ببعضها،
يرجع الفضل في تأسيس هذه المدينة إلى التوأمين روميش ورومولوس، اللذان ينحدران من سلالة يونانية من جهة الأب. هذا الأب ذاك الطروادي إينياس الذي ذكرته الإيادة إيادة هوميروس، والذي خرج مهزوما من حرب طروادة فشق البحر بسفينته وتاه في البحر إلى أن رمته الأقدار أو رمته الأمواج على ضفاف الجزيرة الإيطالية، وهناك التقى بإحدى الأميرات المحليات فتزوجها، إلا أن والدها لم يرضى بهذا الزواج فعمل على التخلص من حملها عندما كانت حبلة بتوأمين هم روميس ورومولوس، إلا أن الأقدار وقفت إلى جانب هذين التوأمين عندما الحارس الذي أمر بقتلهما سيرفأ من حالهما وسيضعهما في الغابة، ثم يرجع ليقول للملك أنه قتلهما. وبقي هذين التوأمين هناك إلى أن أتت إحدى ذئبة فقامت بإرضاعهما عوض أكلهما، وقد شبا بدأ يكبران فعثر عليهما أحد الرعاة ليأخذهما إلى زوجته التي لم تكن تلد، وربتهما إلى أن شبا عن الطوق وأصبحا شابين جميلي الطلعة قويي البنية. ففي إحدى الأيام عندما وصلا تقريبا سن 20 قررا أن يبنيا مدينة تخليدا لهما، إلا أنهما سيختلفان في موقع المدينة، وهذا الخلاف سيؤدي إلى مقتل أحدهما أو إلى قتل روميلوس لروموس، وبالتالي سيبقى أحد التوأمين هو الذي سيؤسس المدينة على نهر على هضبة اللاتيوم. إذن هذه هي الأسطورة، إذن هذا هو الشق الأسطوري. بالنسبة للمدينة، كان أول ملك حكمها هو الملك روميلوس، ليأتي بعده ستة ملوك، أي أن المرحلة الملكية شهدت حكم سبعة ملوك من السلالة الإتروسكية، وهذا ما سنراه بالتفصيل عندما سنتطرق للمرحلة الملكية. نعود الآن إلى الشق التاريخي أو الحقيقي من تأسيس روما. إذن مصدرنا هنا ليست الكتابات الأدبية وإنما اللغة الأثرية. إذن من خلال اللغة الأثرية التي اكتشفت ببعض مواقع الجزيرة الإيطالية، هناك بعض القبائل التي كانت تستوطن بالجنوب الإيطالي أو الضفة الجنوبية لإيطاليا، وبدأت تتحرك شيئا فشيئا مدفوعة بالبحث عن المراعي عن الماء، إلى أن وصلت إلى سهل اللاتيو، وهناك قامت أقوى القبائل وسطرت المدينة لتنشئ أول نواة هناك. طبيعة الحال الجزيرة الإيطالية كانت بها جماعات بشرية متناثرة في كل جهاتها، وكان شرف بناء أو تأسيس المدينة روما لإحدى هذه القبائل الإتروسكية. هذا ما نجده عند صاحب مؤلف لإستوار رومان اللي هو تيتليف. إذن الإتروسكيون هم الذين أسسوا روما. إذن يتبين أن العناصر التي قامت بتأسيس روما هم الإتروسكيون، الذين توسعوا تدريجيا كما سبق وأن أشرت داخل الجزيرة الإيطالية من الجنوب نحو الشمال، وبسطوا سيطرتهم في نهاية المطاف على معظم جهات الجزيرة،
واندمجوا مع باقي المجموعات البشرية التي كانت تستوطن هناك، وبذلك وضعوا الإرهاصات الأولى للمؤسسات، ثم حاولوا أن يطوعوا هذه الجماعات البشرية تدريجيا ليصلوا في نهاية المطاف إلى تبني نظام ملكي اعتبر هو أول نظام عرفته مدينة روما. إذا أقف عند هذا الحد لأني ألتقي بكم في الحصة المقبلة إن شاء الله لنرى معا كيف مرت مرحلة الملكية روما القديمة. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.